السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في حصة الرابطة المحترفة. الحديث سيكون عن مخلفات الجولة 22 للرابطة المحترفة الأولى والثانية موبيليس، وأيضا عن عدد من القضايا فيما يخص حصة اليوم. وللحديث عن هذه المستجدات نستضيف معنا في الأستوديو مدرب مولودية قسنطينة شيخ سمير حوحو. أهلا وسهلا بك. مساء الخير سمير، ويعني سعيد جدا بوجودي معك، وخاصة مع الأخ والعزيز عز الدين الرحيم اللي عندي بزاف مشتوش. سي تان غرون بليزير نشوفكم في زوج صراحة، والشرف لنا أنك تحضر معنا في هذه الحصة مع محلل الحصة عز الدين الرحيم. أهلا وسهلا بك شيخ سمير. مساء الخير. شفت سمعنا اللي فاتت واش قلت؟ قلت هذه الحصة الأخيرة. هو يقول لك هناك أمور تقنية فقط عز الدين. أنا قلت لك مازال، قلت لك مازال ما خليكش تراه. مساء الخير سمير، وكذلك مساء الخير سمير واحد آخر، سمير أستنين سمير حوحو. مساء الخير وكل متتبعي الحصة، نقول لهم السلام عليكم وحصة موفقة إن شاء الله. وعليكم السلام عز الدين. ولفتنا عز الدين على هذيك، ما حبيتش تخلينا باش نروحوا الأول فوار الأول صعيب. أمور تقنية فقط عز الدين حتى يتنقل إلى المقر الجديد بحول الله. إن شاء الله إن شاء الله. إحنا كالكسوة في الخدمة، مازال لي قاعد قدامك، راك كولي معايا ان شاء الله. لله سعيد جدا اني تعاملت معك ومازال نتعامل معك. الله يبارك نعم الناس ان شاء الله. سمير ثاني بالتوفيق ان شاء الله، سورتو مع مولوديه قسنطينة. نهار رحت على بالنا باللي لو باركور راك الخدمه تاعك راهي بدات تبان، وراح يحكي لنا. نتمنى لك ان شاء الله النجاح في الفريق هذا ان شاء الله تدوم ان شاء الله. احنا واش نطلبوا من الاداره ان تثق فيك، ولا بالنا بلي عندك قدرات باش الفريق هذا ترجعوا للمكانه تاعو ان شاء الله. لو بروجي تاعك، باسكو الا كان وقت خسير ما راحش يبان، على بالي بلي البروجي تاعك يعطوا لك وقت شويه ان شاء الله تكون نجاح. راك مشكور سي عز الدين، هذا الشيء شجعني ناس ان شاء الله. شيخ سمير حوحو بدمان عز الدين نفتح لنا في هذا الموضوع، احنا كنا راح نخليه للاخر، هو فتح لنا دوكا نبداو به فيما يخص سمير حوحو مع فريق مولودية قسنطينة في القسم الثالث، قسم اللي هو مجموعة الشرق. شيء صعيب أنك تلعب في المجموعة الشرقية اللي معروفة بأكبر الأندية اللي لعبت في الرابطة الأولى، مولودية قسنطينة، اتحاد عنابة، فرق حمراء عنابة، اتحاد الشاوية، اتحاد عيد بيضاء، فرق كبيرة. كيفاش راك تشوف المستوى قبل نتحدث عن فريق مولودية قسنطينة؟ تشوف مستوى هذه الفرق في القسم الثاني هو؟ يعني صراحة رغم أن سمير نقولوا باللي كل عام مستوى يعني يعاود يهبط ولا يدنا، ولكن نظن تبقى مجموعة هواة شرق. يعني أنا خدمت في جميع في المجموعة الوسطى والمجموعة الغربية، ولكن تبقى مجموعة شرق عزدين يعني قوية بزاف كما تفضلت به سمير، تضم عدة فرق اللي لعبت في القسم الوطني الأول. ورغم يعني الفرق راهي طاحت يعني في القسم الهواة، تبقى عندها التقاليد تاع اللي اكتسبتها في القسم الوطني الأول، ولذا تبقى مجموعة شرق من أقوى يعني المجموعات، خاصة من ناحية لونجاجمون فيزيك والاندفاع البدني والحضور الجماهيري يعني القوي. حتى الملاعب سمير ممكن ما زالت تحتفظ بالذكريات، ملاعب هذه هي الفرق، شاهدوا ملعب عنابة 19 ماي اللي دائما يكون مكتظ بأنصار فريق اتحاد عنابة، أيضا ملعب اتحاد الشاوية، هذه الملاعب ما زالت تحفظ على تقاليدها مع هذه الأندية. حقيقة يعني إلى جانب فريق مولودية قسنطينة ملعب بن عبد الملك. صح، ما زالت يعني الناس ما زالوا يتفكروا يعني زمن المليح تاع الفرق هذه، ولذا كان دي جون نوستالجيك يحبوا يرجعوا الزمن القديم. رغم هذا يعني نقول لك مؤسف جدا وين نشوف الفرق اللي سميتها سمير اللي عندها باع في القسم الوطني الاول، راهي يعني تعاني في قسم الهوات، وخاصه يعني فريق سمير فريق نتاعي تاع مولودية قسنطينة. كما مولودية قسنطينة حاليا ولا ميرسوفيو في بن عبد الملك؟ نعم. وعلاش ما ترسوفيوش في لا دوكا بن عبد الملك؟ نظن يساعدنا خير في المرحلة هذه عزدين. نعم عزدين، فيها فيما دوك نعاودوا نرجعوا لك للموك فيما يخص هذه الأندية عزدين، اللي كما قال عزدين كما قال سمير كانت تصنع أمجاد كرة القدم الجزائرية خاصة الجهة الشرقية، راهي تعاني، راهي في القسم الثالث للبطولة الوطنية. شوف لو كان نحكموا لي زيكيب اللي انت لعبت في الشرق الهوات، شوف سورتو ليكيب الهوات تاع المنطقة تاع الشرق، لو كان تحكم لي كلاب كامل راك في البدايه قلت. نعم. باللي هاد الفرق فرق كبيره وكان سبق لهم ولعبوا في المحترف في الرابطه الاولى. هاد لي زيكيب هادو عندهم تقاليد. نعم. عندهم جمهور يحبوا الكره، يعشقوا الكره، سي بور سا كو الفرق هادو، نقول لك الفرق هادو حاليا من راهم يعانيو.
بالك نقول لك باللي المشكل تاع اللاعبين يكونوا كاين من اللاعبين بالك الاموال هما اللي راح اللي يصنعوا الفارق لانه لما تلعب في قسم الهوات البيجي تاعك ما راهش تستنى غير الاعانه تاع تاع البلديه وتاع الدوله مي سينو ما كاش. انا نقول باللي الفرق هذوما لو كان بار اكزومبل لي انفستيسور ولا ينفستيو في هذه الكلاب هذو انا نقول باللي هاو كيما هذا العام اتحاد عنابه الكل حب الفريق هذا انه يصعد كاين بزاف شوف لا بروف كو في القسم هو تلقى الجمهور اكثر من اللي يلعبوا في الليغ خاصه الدور هذا دعم كبير هذو هما الفرق الكبيره نعم كلمه العام مكتظ عنا نرجعوا للموك يعني فريق شباب مولوديه قسنطينه هو الجار فريق هذا كبير فريق عريق أولاً كيفاش حتى قبلت التحدي باش تمسك هذا الفريق الشيخ سمير؟ والله يعني صراحة سمير قبلت التحدي لأنه فريق مولودية قسنطينة يعني في الوضعية اللي كان فيها اللي كان فيها الموك ما يعني ما كنتش يعني صراحة كون جا فريق واحد آخر وكانت عندي عدة عروض من فرق يعني تاع هوات رفضتها صراحة ولكن قولوا كي لعبت فيه خلاتك شوية باش لا يعني فريق القلب كما يقولوا فريق مولودية قسنطينة ما قدرتش نرجع يعني النداء تاع رئيس فريق نحييه حمان أبو بكر ليتلقى الحتن يعني الجزائر العاصمه هنا ويعني وقال لي في كلمه واحده قال لي لو موك ا بيزون دو توا موك راهي في وضعيه حرجه لازم تجي توق مع ليكيب وهذا الشيء اللي لبيته والحمد لله يعني ضافت الجهود تاع مسيرين اللي على راسهم كما قلت لك ابو بكر حمانه رئيس اللي نحيي بالمناسبه تاع حتى هو شد الفريق يعني في خاطر وشد فريق في مومون ديفيسيل ما ننساش يعني زاد وقف معنا بعد ما جيتاي الجمهور كامل بيسيبت كانوا يحبوني وطن كون جوار نظن كانت يعني جمهور واللاعبين ما ننساش اللاعبين مشات معك النتائج أيضا مرتبة سادسة لحد الآن خسارة واحدة فقط منذ قدومك يعني بيلعب عبد الملك في المباراة الماضية أمام اتحاد الشوية راضي لحد الآن على النتائج بما أنه الصعود بدون شك بتعدى على فريق مولودية قسنطين نا يعني بعد الهزيمة في عنابة وإن كان عندنا بصيص من الأمل كنت بفارق 6 نقاط رغم أن يعني ما كانش الهدف هو الصعود لأن كي شديت الفريق كنا نعاني في المرات الأخيرة الحمد لله يعني كي مشات لي بقينا عندنا أمل الهزيمة مع عنابة شوية يعني فريناتنا ولكن يعني نظن عموما كيفاش ديمارت ليكيب والوضعية اللي ديمارت فيها عموما نظن راضيين على الباركور نتاعنا رغم أن البارح يعني في يعني في الويكاند الهزيمه تاع اتحاد شويه اللي هي يعني نهني فريق اتحاد شويه وفوز مستحق حنا ما كناش كنا خارج الاطار نظن هذه صاريف يعني وان شاء الله راح نكملوا فيما تبقى من البطوله باش نعاودوا نحسنوا الترتيب ان شاء الله. عز الدين رشح اتحاد عنابه بما انه قال لك فريق له امكانيات عكس فرق اخرى له جمهور كبير تشوفوا بلي الفريق المناسب لتحقيق الصعود بعد ما نضيعوا مرتين متتاليتين يعني لا يعني هو كل المعطيات تمد بلي فريق عنابة اللي يصعد يعني من اداره من سلطات اللي ملتف على الفريق هذا امكانيات ماديه ضخمه لاعبين ذوي خبره جمهور كبير كما تفضلت به سمير تفضل به عز الدين دون يعني تو لي زانغريديون راهم مجتمعين وزيد يعني النتائج مشات معه النتائج مشات وراه 6 نقاط على فريق اتحاد خشلة نقول لك يعني اون افونس ماهيش مريحه جدا يعني 6 نقاط راهي نظن فريق اتحاد عنابه راه يحاول يحافظ على النسق هذا باش ما يزيدش يخسر يعني صعود كما خسروا مرتين متتاليتين. نعم وحظ موفق لمولوديه قسنطينه ان شاء الله يلعب ورقه صعود في القادم القريب ان شاء الله لانه فريق كبير رفقه انديه كما سبق وان ذكرنا في القسم الثاني هوات مجموعه شرق ونعود للحديث عن الرابطه المحترفه الاولى لكن بعد هذا الجنجل. والرابطة المحترفة الأولى يبقى فيها الصراع على شد في سواء في مقدمة الترتيب أو على أو في ذيل الترتيب والفرق التي تصارع من أجل البقاء ضمن حاضرة الكبار ونتابع النتائج وما تبقى من نتائج هذه الجولة الثانية والعشرين.
هذه النتائج في الأربع مباريات، بما أنه الجولة كانت لعبت منها ثلاث مقابلات بسبب ارتباط ثلاث أندية بالمشاركات القارية الأسبوع الماضي، والزميل معاد نمرودي وضع لنا في الصورة هذه الجولة. تواصلت مباريات الجولة الثانية والليشنو من الرابطة المحترفة الأولى موبيلي، وعرفت التحاق نادي بارادو بالثلاثي المقدمة عقب فوزه الثامن على مضيفه دفاع تجنان الذي أمق من جراحه في المنطقة الحمراء، ليلتقي نادي بارادو إلى المركز الثالث برصيد 35 نقطة منصفة مع اتحاد الجزائر، في حين يبقى دفاع تجنان مع الثلاثي المؤخرة برصيد 21 نقطة بمعية اتحاد الحراش. من جهته تسلق اتحاد بلعباس جدول الترتيب واصبح تاسعا برصيد 29 نقطة عقب فوزه على صاحب المركز الاخير اتحاد البوليدة بهدف لصفر، الذي يقبع في المركز الاخير ب 15 نقطة ليستعيد بذلك الاتحاد نشوة الانتصارات بعد تأهله الاسبوع الماضي الى نصف نهائي كأس الجمهورية على حساب شبيبة الثورة. وعدت شبيبة الثورة بنقطة ثمينة بعدما فرضت التعادل على نصر حسين داي من دون أهداف، ما يضع نسور الجنوب في المرتبة السادسة ب 33 نقطة رفقة وفاق سطيف، في حين تحتل النصرية المركز الثامن ب 32 نقطة. كما حقق اتحاد الحراش فوزا ثمينا على شبيبة القبائل بالثنائية في لقاء بست نقاط للتشكيلتين المهددتين بالسقوط، فوز أحيت به تشكيلة الاتحاد أملها في البقاء، بينما زادت وضعية الكماري تعقيدا. وسمير حوحو يحيي معاد نمرودي على هذا التقرير، هكذا سمير معاد. معاد يعني عودنا بديمته يعني تقارير تقف في المستوى، وله مشكور يعني. ومشكور معاد نمرودي على المجهودات التي يبذلها معنا في هذه الحصة. وقبل أن نتحدث عن نتائج الجولة الثانية والعشرين، هناك مباراة متقدمة عن الجولة الثالثة والعشرين بين الرائد شباب قسنطينة وشباب بلوزداد، لقاء قدم بسبب ارتباطات الشباب في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية والسفرية التي تنتظر إلى زامبيا خلال هذا الأسبوع. شباب قسنطينة فاز بهدف مقابل صفر، نستمع إلى هذه التصريحات. يعني تعطفنا شويه الياحيه كي سجلنا في بدايه المقابله، عرفنا كيفاش نجيرو المباراه تاعنا، والحمد لله ليسونسيال 3 بوا باش خلونا نخدموا باريحيه الماتش الجاي ان شاء الله. كان ما وصلناش للشيء اللي كنت منه. على العموم نشكر اللاعبين على الاراده تاعهم، نشكر الانصار اللي وقفوا مع الفريق ربما 90 دقيقه في الظروف صعبه. احنا تعودنا يعني كيف المقابلات في بعض الاحيان يمروا صعب، وكانت الفرق اللي يلعبوا في قسنطينه راضي على المردود خصوصا الشوط الثاني رغم على الخساره، لان عارف الحمد لله بهذا المستوى اللي ضروا به، وبهذا التلاحم اللي كاين، وبهذا السماته والروح القتاليه باش لعبوا، اكيد ان شاء الله بان غنحققوا نتائج ايجابيه في المستقبل. عز الدين الرحيم، نتحدث عن شباب قسنطينه اصبح لا يبحث عن النتيجه عن الاداء اكثر ما يبحث عن النتيجه، واصبح يفوز باخف الاضرار، اصبح يفوز بهدف مقابل صفر في المباريات الاخيره. قلنا احنا من قبل قلنا بالسورتو من هرب بدات الفصل وتور باللي شباب قسنطينة كيف دايت راجع احسن الاهوال تاعو، وين ولا المباريات يجيوها صعب بزاف، ولا ضغط عليه كبير. الانتدابات تاع الميركاتو ما جابوش لاعبين للفريق اللي كان مستحق لاعبين اللي يمدوا الإضافة، زيد على ذلك دوك راك في منتصف الاخير. نعم. دوك قاعد واش قاعد دور الثلث الاخير، الور ما عندوش دروا، ما عندوش دروا ليرار، هذا هو المشكل. وشي بورسا دوك فريق شباب قسنطينة ولا يحوس على الريزلتا كثر من اللي يحوس على لا مانيير، بو امبورت لا مانيير، ليسونسييل دي فوا يلعب مليح ويخسر، وما يلعبش مليح ويربح. الور سورتو واش قعد له لو باركور من نهار دوبي سيزون الى يومنا هذا، واش دار دوك؟ ماشي في الثلث الاخير اللي راح يسمح في لقبنا. دوك كما قلنا الاسبوع الماضي، قلنا دوك المصير تاعو راهو بين يديه. سي فريك المباراه، وعلى بالنا باللي دوك حاليا راح يلقاو صعوبات بو امبورت لا مانيير، ما تهمش لا مانيير، لانه كي نحوسوا نهضروا تقنيا شفنا بلي شباب بلوزداد دار مباراة أحسن بكثير. فريق شباب قسنطينة واش دار؟ سجل الهدف ولزمو سجل غير بدات المباراة. نعم. سجل سينو كان راح يحصل
انا نقول باللي اليوم الريزلت تاع فريق شباب قسنطينه هذا جديد يزيد يعطي شويه نوع ما ثقه للفريق و اون بليس دو سا دوك يخمم مباراه بمباراه دوك لي ماتش اللي قعدوا له سي دي ماتش دو كوب الور باش يحافظ على الترتيب ويحافظ على المرتبه تاعو ما لازمش يغلط الخطا والخطا ممنوع لشباب قسنطينه اذا اراد البقاء فيما هو عليه الرياده لانه القادم سيكون اصعب. سمير حو بما انك قريب جدا لفريق شباب قسنطينه البيت القسنطيني كيف تشوف الشارع الرياضي القسنطيني يتابع اخبار الفريق ويتابع في سباق اللقب يعني فريق شباب قسنطينه يبحث عن اللقب اللي غاب عنه منذ مده وانت تعرف بيت السياسي جيدا. والله يعني بكل صراحه من كما قال زدين منذ يعني مرحله العوده نظن كاين قلق كبير في الشارع القسنطيني خاصة مناصرين لشباب قسنطينة. والله الطاقم يعني الفني واللاعبين الإدارة. يعني هذا أسرة كامل. أنا شفت كون يعني تكلمت مع المدرب عمراني تلقينا يعني صراحة ضغط كبير. يعني عام كامل وانت تجبد على الأخر يعني تريسك دو بيردر لو تيتر. نظن يعني قلق كبير خاصة الأداء في مرحلة العودة. ما هوش كيما الأداء اللي كان في مرحلة الذهاب. ولذا نظن حتى النتائج خاصة اللي دخل شك في نفوس كل يعني الأنصار هو التعثرات أدوميسيل هذا الشيء اللي أربك شوي الناس. ولكن في المقابلة الأخيرة هذه كما قال عزدين بورت لامانيار نظن شباب قسنطينة حقق الأهم وهو الفوز بمقابلة اللي كانت صعبة وصعبة جدا حتى خلال الأسبوع يعني وين حضروها في ظروف يعني غير طبيعية من ناحية ضغط الجمهور يعني نقول لك كانوا تحت ضغط كبير. نظن حقوا الأهم وهو الفوز اللي خليهم على الأقل يتنفسوا شوية ويكتسبوا شوية ثقة اللي ضاعت في الأسابيع اللي فاتت رغم يعني فريق مولودية وهران مازال داير ضغط كبير يعني ضغط مولودية وهران متواصل. كاين نقطة لازم نفهموها دي فوا طاح في مجموعة ولا طاح في دي زيكيب اللي مالفين بلي تيدر كي نحكموا باغ اكزومبل وفاق سطيف لي دارنيير زاني هذوما اللي كانوا يدوا لي تيتر لوسما كيكون عندك لاعبين اللي مولفين بهذا الشيء مولفين بلي تيتر يجيري لك لافاس روتور يجيريها لك فاسيلمون رغم فارق النقاط المتقارب بار كونتر دوك شباب قسنطينه لاعبين معظم اللاعبين يدير في راسه باللي خلاص نو ضغط على الجمهور تاع السياسي ما تنساش صعبي وين دور يحاسبوك تخاف لانه القياسي للجمهور يعني لا جيسون باللي على بالي باللي اللاعبين ما راهمش يلعبوا بالامكانيات تاعهم 100% لهذا علاش قلنا دي فوا الضغط لازم ينحيوه اللاعبين مام المدرب شوف التصريحات راني نقول لك واش راني نقول لك قلت لك لو كان عندك لاعبين اللي مولفين بلي تيتر ما تخافش لكن لاعبين هذوما ينجم مش من غير العاده بورتو عمراني دال الالقاب عنده خبره وعنده الخبره التصريحات تاعو نحسوا باللي مقلق لانه الفريق ما راهوش ما يعطيكش لاسيرونس تاع في الاداء الثقه تاعك. ولهذا انا نقول باللي لو باركور انا قلت لك لي ماتش اللي قعدوا الشباب قسنطينه كاع سيدي ماتش دو كوب والقادم سيكون اصعب كما قلت عز الدين بالنسبه لي السياسي. نعود لنتحدث عن باقي نتائج هذه الجوله والجوله الثانيه والعشرين بما انه مباراه شباب قسنطينه وشباب بلوزداد مقدمه عن الجوله الثالثه والعشرين نصر حسين داي شبيبه الصوره هذه هي المباراه التي تعد انتهت تقول بي التعادل السلبي 0-0 والزميل شهر عبيدي حضر لنا هذا التقرير. لا مجال للفوز علينا صورة يحدث فيها يحيى الشريف المهاجم قاسمي الذي يوصي زميله الحارس غايا أن يكون في المستوى لكن في الأخير التعادل بين الفريقين كان سيد الموقف. اليوم ضيعنا نقطتين بالحق نقطتين ولعبنا ضد فريق عنده مستوى كبير مثل حسين داي عنده لاعبين عطشانين يلعبوا كرة جيدة وعندهم حرارة كبيرة من غيزة أعطانا دفع معنوي اللي كانوا اللاعبين تحروا وكانت عندهم قوة وإرادة باش يجيبوا نتيجة إيجابية والحمد لله تحصلنا عليها. بلال زيري أعرب عن أسفه لعدم استثمار فريقه للفرص التي كانت سانحة للتسجيل. هذا اليوم لعبنا باش يعني دخلنا المقابلة باش نفوزوا ما قدرناش نفوزوا اليوم كي ما تنجمش تفوز ما لازمش تنهزم هذا هو. لاعبو النصرية من جهتهم أكدوا عزمهم على التدارك في المواجهة القادمة أمام الجريح دفاع تجننت.
بيسي لي برا يفو با بيسي لا تيت سي خسر درنا نول لو بلوز امبورطون يعني ما خسرناش لو 15 ماتش ما خسرناش بون ان شاء الله هذا الماتش ان شاء الله اون فالو بلي ان شاء الله ننساو هذا الماتش ونا ماتش بلوش ان شاء الله مع تاجنت اونكور في ستادنا دوميسيل تماك اللي عاود نصحوا لي فوتو ونجيبوا النتيجه ايجابيه. نسور الجنوب وابناء النصريه بين باحث عن لعب البوديوم والمحافظه على ديناميكيه النتائج الايجابيه واخر لضمان مشاركه في المنافسه القاريه. يسعى الفريقان لمواصله العمل والتركيز على ما تبقى من مشوار في منافسه الرابطه المحترفه الاولى. نقطه ترضي كل الطرفين عزدين للنصريه ولشبيبه الثوره. انا نظن باللي الفريق شرتو نقطه ترضي بزاف الصوراك ملاحه حسين داي. ملاحه حسين داي لو كان ربح في المباراه هذه راه يقترب نوعا ما من البوديوم. انا نقول باللي فريق نصر حسين داي ربح نقطه في هذه المباراه. ربح نقطه لانه كي نشوفوا المباراه نشوفوا باللي شبيبه الثوره دار مباراه في القمه وكان قادر يروح بثلاث نقاط عادي لانه بارابول المردود والفرص اللي شفناها فوق ارضيه الميدان شفنا باللي فريق شبيبه الثوره لعب بخطه محكمه وين قلق بزاف الفريق نصر حسين داي وما خلالوش المساحه. دوك نقولوا لاتوش تاع نغيز تاع نغيز وكريم زاوي لانه نغيز يعرف المجموعه مليح ويعرف اللاعبين وكان يوم فقط او يومين قبل المباراه ينجم يدير لاتوش تاعو ينجم يمد المعلومات على الفريق ككل هو اللي يدربوا حتى من الناحيه المعنويه نزيد تحضير نفسي صح. لكن نشوفوا باللي في المباراه بحد ذاتها شفنا باللي فريق شبيبه الثوره سيطر في المباراه وكانوا فرص سانحه للتسجيل. انا نقول باللي نصر حسين داي بالك أسوأ مباراه اللي شفناها صافي بيان ما شفناش نصر حسين داي دار مباراه ما داروش مباراه مليحه لكن نقولوا مليحه لشبيبه الثوره لانه في الاونه الاخيره اقسام كاس الجمهوريه ثلاث انهزامات متتاليه تغيير المدرب كانت فرط فارغ. النقطه هذه راح تساعدوا بارابور لا سويت تاع لي ماتش اللي راهم قاعدين. انا نقول باللي فريق نصر حسين داي ربح نقطه في هذه المباراه. نصر حسين داي ربح نقطه. تفضل سمير. نقطه لنصر حسين داي سي فري لانه ثلاث المباراه 13 و14 على التوالي لم ينهزم فريق نصر حسين داي. لم ينهزم ولكن ماشي ربح راهم ثاني تعادلات. كي دير ثلاث مقابلات في بلادك نقولوا تعادل برا جيب نقطه من برا مي كي دير ثلاث تعادلات جو بريفير نخسر زوج ونربع بعض يعني حسابين سي فري من الناحيه النفسيه مليح ما تنهزمش حتى كون دير تعادل في بلادك سي توجور ان بوان ولكن حسابين كي تضيع دير ثلاث تعادلات في بلادك سي 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 6 بوان دو بيردو يعني. دونك حسابين فريق نصر حسين داي راه ضيع عده نقاط خاصه يعني في ملعب 20 اوت وكما قال لك عزدين كون ربح يعني المقابله هذه كان يرتقي وكان ممكن يقدر حتى ينافس على البوديوم. نعم شبيبه الثوره سمير ما تحدث وقلت عزدين خرج من كاس الجمهوريه دخل في فتره فراغ يعني مع المدرب خذا بسرعه تغيير مدرب دار كذلك بهذه النتيجه. لا دي فوا يعني حقيقه دي فوا سي تضحي مدرب خذا ثاني ما كان اثبت قدراته في وقت سابق في الماضي مع هذا الفريق نظن دي فوا تلحق وين درجه وين لازم تغيير المدرب pour le déclic de l'équipe on donne هذا الشيء اللي حدث مع زميل وصديق يعني نبيل نغيز اللي نرحبوا به العوده تاعو للبطوله وان شاء الله ربي يوفقه وراه بدا بنتيجه يعني ايجابيه خاصه ضد فريق السابق اللي ماهي سهل من ناحيه نفسيه خاصه. نحن سنتحدث عن عوده نغيز الى عارضه الفنيه والى البطوله الجزائريه لكن ذلك سيكون بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا في حصه الرابطه المحترفه. توقفنا في مباراه نصر حسين داي وشبيبه الثوره وعن قدوم المدرب نبيل نغيز الى فريق ابناء الجنوب بعد تجربتين او عودته الى البطوله الوطنيه بعد تجربتين قصيره في الدوري السعودي. ازدين
كيف ترى؟ أو قبل ذلك يشير لي المخرج أن هناك تصريح للمدرب نبيل نغيز حول عودته إلى البطولة الجزائرية والترحاب الذي لقيه من أسرة نصر حسين. اليوم مباراة خاصة لي لأني دربت النصرية، والأسبوع الجاي مباراة خاصة لأني دربت المدية، وهذا اللي يخلينا كرة القدم. يعني نقول صراحة مرحبا بالمدية في الصورة، ونفس الشيء يعني اليوم كان استقبال مليح من عندنا نصر حسين داي، واستقبلوني لاعبين ولا مسيرين ولا حتى طاقم فني. نظن هذه هي الرياضة وهذه هي كرة القدم، الأخوة والمحبة فوق الميدان، الأحسن هو اللي يفوز. واليوم نظن باللي نقطة تساعد الصورة وتساعدنا نصر حسين داي. ونغيز تحدث عن الترحاب، تحدث عن تجربته في المدية وفي نصر حسين داي وعن تجربته الجديدة. عز الدين، قولوا دشوية الخبرة في الدوري السعودي. نادر الخبرة هنا نهار كان مع المنتخب الوطني، وكانت له فترة كبيرة ونخدم مع قرقوف. أنا نقول تما اللي كون زاد كون روحه مليح وعنده إمكانيات. نقول باللي شبيبة الصورة داروا الاختيار الأحسن، لأنه نبي نغيز سواء وطنك بيرسون ولا وطنك الكمبيتونس اللي عنده. أنا نقول باللي داروا اختيار المليح. نقول لك باللي الديبي تاعو يبدأ بمباراة مليحة. مام كنت تكلمت من قبل وقلت كان النقطة اللي لازم يشيروا لها لي ديريجون تاع النات والجمهور تاع النات كي داروا له ايناكي باراي صافي بليزير. حاب يقول هنا ان الناس تطورت وما نساوش الانسان هذا واش قدم الفريق، لانه كون فريق. صح. هو اللي بدا مع الفريق، كون مجموعه، كون فريق. دوك تزيري بلا اللي خدا الامور وراهم ينافسوا في البطولة بدون عناء. أنا نقول باللي اليوم نبيل غني نغريز إن شاء الله نتمنوا له التوفيق في المهنة الجديدة تاعو. قلت لك في المهنة الجديدة، في الفريق الجديد تاعو، ونتمنوا له كل خير إن شاء الله. إن شاء الله نتمنوا له كل خير. شيخ سمير حوش زيدنا على هذه النقطة، بما أنه تجربة اللي خذاها مع فريق نصر حسين داي مع بداية هذا الموسم، نشوفه باللي تتابقه ويعاودها مع فريق شبيبة الصورة إن شاء الله يعني، وممكن أحسن رغم أنه كل فريق وإمكانية زميل. كنا يعني درسنا كيف المعهد العالي للرياضة، كنا يعني نفس القسم. يعني بكري نبيل عنده طموح كبير من اللي يعني كنا نقرأه، كان عنده طموح كبير باش يكون. ونظن من أول يعني كي كملنا التدريب كي من القرية أنا ممكن كنت بقيت نلعب، هو بعد ديريكتومون فات التدريب من يعني الاولين اللي كملنا القرايه بدا يدرب في الاقسام السفلى، وطلع تدريجيا. شفنا الباساج تاعو، الصعود تاعو مع فكرون، والباساج تاعو المليح مع الديه. ولذا نظن اكتسب خبره، وزاد كيما قال عز الدين الخبره اللي زاد اكتسبها مليح في الفريق الوطني اللي هي اللي زاد اعطاتو. ونظن ان شاء الله راح يدير بدون شك باركور مليح مع شبيبة الصورة إن شاء الله. أتمنى له كل التوفيق مع فريق شبيبة الصورة. فريق المفاجأة الفريق الصغير الذي يواصل المشوار في بطولة هذا الموسم، نادي بارادو الذي عاد بنقاط ثمينة من تجنات عز الدين. فريق صغير من ناحية السن ناحية السنوي، لكن من ناحية اللعب نقولوا بارمي لي مير زيكيب اللي راهم حاليا في البطوله اللي براتيكي دي بو فوتبول افيك لي جان اللي عنده. ما لقاش صعوبات كبيره باش يفرض نفسه يعني. باش يفرض نفسه اول موسم له في الرابطه الاولى، راه بخطه ثابته مرتبه ثالثه، وين كانت عنده مباراه قويه، وين المنافس فوق أرضية ميدان. صح صح. والمنافس كان بحاجة لهذه النقاط هذو، تروح تربح في تجنات ماهيش حاجة سهلة. أنا نقول باللي نادي بارادو لو كان نجم نقول لك بالك الفريق هذا يريح في موسم أو موسمين في الرابطة الأولى، نقول لك باللي أبري يفرض نفسه في البطولة هذه. ولهذا نقوله باللي الفريق هذا عنده استراتيجية، عنده ما عندوش ضغوطات كبيرة، وهذا الشيء الإيجابي. ما عندوش ضغوطات، لو كان نقارنه بفريق شباب قسنطينة ولا بالفريق اللي عنده جماهيرية كبيرة، هنا يبدأ تلقالة ديفيرنس. لكن اللاعبين يلعبوا بدون ما عندهمش ضغوطات كبيرة، ميزابار اللي ديريجون تاعهم المدرب تاعهم لرست يلعبوا شنو هو، تنحيلوا الضغط ويقدم كل شيء، وتفهموا باللي راك هنا بور كوبون دو بليزير. اسمح لي الور وي، هذه في الجزائر لانه احنا نقولوا الجمهور هو اللاعب 12 هكا. صافي الجزائر يزيد عليك
وقتها يكون معك 12 كي تعود ربح. جامي شفنا فريق يساند فريق نتاعو جمهور جمهور نعم. يعني يساند فريق نتاعو هو خسر. هذه ما كانش في الجزائر. لا لا كاين كاين لا ما كانش ما كانش عزدين. انا نحكيك بالخبره واش منا كاين. ما كانش جامي تكون خاسر ويشجعوك. ما كانش منها قليل يعني صراحه. حديث عن صار مولودية الجزائر هما كانوا مع فريقهم لما كانوا خاسرين 2 مقابل 0 لياسما وعاودوا رجعوا. كنا حبينا نشوفوا كون خسروا كيفاش تكون رد الفعل. هذا الشيء اللي يستفيد هذا الشيء اللي يستفيد منه فريق بارادو. نورمالمون محتاج الجمهور، ولكن في الجزائر نقول عامل الجمهور ولا مؤثر جدا يعني خاصة في التأخير الأخير. يعني كما قال عز الدين راهو يلعب بدون ضغط على هذيك النتائج كاين. كي يخسر لونترينور سرومي اون كوز من الناحية الفنية. حنا ضد فريق حنا ضد فريق ينهزم في عقر إداري يخمم في لا ريبريز كيف يفوت مع الأنصار كل فرق الجزائري كيفاش فريق بارادو ما عندوش مشكلة هذا ممكن يربح والله. حنا ربع ساعة ما تدورش مليح ولا عندك اون ايكيب جون الغاش يخرجهم. هذا المشكل بارادو ما يعانيش منه، ولذا مستفيدين من غياب الجمهور عندهم اداره واقفه، وهذا الشيء اللي خلاهم يخدموا باكثر اريحيه. نقول باللي يحت المرتبه مريحه مشرفه او ضمن الثلاثي المقدمه شو مشرفه راه ينافس على البوديوم يعني يكمل هكذا حتى نهايه الموسم. لا قادرين بارادو ما فيها شك يعني دار نظن بعد زوج نقاط يصير المانيا تاعو نظن مرحله الذهاب كانت ويستقبل في المقابله مرحله الذهاب كانت من ابرونتيساج نعم. وين كانت امور مذبذبه شويه ولكن بالتأكيد. ولكن في مرحله العوده نظن راهم داروا يعني انسو اكستراوردينار. وحبيت يعني نضيف نقطه يعني بكل صراحه هذه نضيفها. فريق بارادو الناس كيتنقلوا للحكام يعرفوا شكون رئيس تاع بارادو ولذا محمي ذهنيا يعني مش هذه سي با جون كريتيك ولا يعني حاكم على باله شكون رئيس تاع بارادو ما يديلكش حقك ما نقولكش يعاونك ما يديلكش حقك بكل صراحه الفريق اللي يستقبلك الى انتيري ما يديلك حتى حاجه هذا لافونتاج هذا لافونتاج بكل صراحه هذا لافونتاج ما يستفادش منه يعني فرق اخرى ولكن بدون من نقصه بالقوه يعني لا بدون من نقصه يعني قمة شبان من الناحيه الفنيه ولا التكتيكيه من احسن وكذلك الاستقرار في العريضه الفنيه نظن من احسن الفرق من احسن يعني الفرق اللي تؤدي في اداء جماعي وفردي في البطوله الوطنيه. عز الدين فريق اخر تنفس الصعداء في هذه الجوله هو اتحاد بالعباس. قلت بانه التاهل في كاس الجمهوريه راح يعطيه وراح يرجع له جرعه الاكسجين اللي افتقدها في الجولات الماضيه. والله فاز امام اتحاد البوليتا. والله فريق اتحاد بالعباس والله مر مرحله صعيبه ماهوش بالسهل انك انت اليوم راك تلعب البوديوم راك في البوديوم غدوه تنوض يقول لك يا ودي راك تلعب الريديكاسيون ماهيش سهله باش تهضمها ولا اللاعبين ياكسبتيوها ماهيش بالسهل. لكن مع هذا الشيء مر بفرحه فراغ سورتو المباراه قلنا المباراه تاع وهران كنا خايفين انه تاثر عليه بزاف لانه الجار راك تعرف لو ديربي وزيد لو سكور اللي خسرت به وفوق ارضيه الميدان تاعك لكن باش تعاود تولي تاهل في كاس الجمهوريه رجع له. قلنا باللي العوده تاعو في كاس الجمهوريه راح الفريق هذا راح يعاود يرجعوا للطريق وكما كان الحال شفنا باللي دار مباراه في المستوى وين سيطر عليها ولو انه فريق بليده نقولوا باللي حسابيا خلاص سقط نقولوا باللي دار مباراه كبيره وكان في حاجه لهذ النقاط ليسونسيال انه دار ثلاث نقاط فوق الميدان تاعو وهذا الشيء اللي خليه باش ثاني يحضر المباريات الاخرى نوعا ما بارتياح. ولو ان فريق بليده حسابيا زين مازال ما سقطش يعني حسابيا من ناحيه لغه الارقام يعني هذا توتي لازم يربح كاع لي ماتش حقيقه ثمانيه مقابلات لازم يربح كما قبل انت قلت شكون كان يقول الجماهير نعم تضغط من مول ما كانش قاع يوقفوا كي تعود بنهزم ما لا حسابيا لا لا نحكي حسابيا يعني باللغه الارقام لازم يفوز بجميع المقابلات لا يعني هذا شيء صعيب هذا شيء صعيب سمير فيما في ظل التنافس الكبير الوضع لا رياليتي حسابيا نعم في ظل الصراع الكبير الذي يشاهده ذيل الترتيب من العديد من الفرق والقمة ذيل الترتيب التي كانت في هذه الجولة بملعب أول نوفمبر بالحراش بين اتحاد الحراش وشبيبة القبائل. معاد مرودي لخص لنا هذه المباراة في هذا التقرير.
لطالما كانت مباريات اتحاد الحراش وشبيبة القبائل عنوانا للإثارة، لكن هذه المرة اختلف الحال، فالفريقان يعانيان في أسفل الترتيب. معاناة ظهرت جليا على مردود الشبيبة التي تعقدت وضعيتها أكثر بعدما انقادت لهزيمة أمام اتحاد الحراش، أحد المنافسين على البقاء. دوكا قادونا لي طرو ماتش هنا دوميسيل اون فاتو فور بولي غاني ونزيدو نربحو ثاني طاليك سيرو. الشبيبة وبهذا الإخفاق باتت مطالبة بالاستفاقة في قادم الجولات في حال أرادة الدفاع عن حدودها، خاصة وأن المردود العام يطرح أكثر من علامة استفهام ويفتح باب التأويلات على مصراعيه بشأن قدرة الشبيبة على البقاء من عدمه. حاولنا نسيروا هذا الوضعيه، وكنا نتمنوا يعني اللاعبين يكون عندهم من رياكسيون مليحه. مالوروزمون لا رياكسيون سي لا رياليتي دو تيران. الاتحاد استعاد الثقه واثبت انه لم يستسلم وسيدافع عن حدوده، فيما اصبحت الشبيبه مجبره على الاستفاقه مستقبلا. سمير، راح نطرح لك سؤال من كلام معاد نمرودي. فريق اتحاد الحراش استعاد الثقة بعد هذا الفوز حقيقة، يعني رغم أنه ما زال يعني متقاقر في المرتبة في المراتب الأخيرة، ولكن فوز راه يعطي جرعة أكسجين يعني ماهوش اللي باسوفي، وما زال يعني القادم يعني ما زال أصعب. ولكن بكل صراحة سمير، أنا مانيش متفاجئ بالوضعية تاع اتحاد الحراش أو شبيبة القبائل، لأنه كل فريق ديبسيل ديبيوت سيزون. ما دير شوف هذه علميا، ما ديرش مون بريباراسيون تخلصها ما لا تشوف شباب القبائل بزوج مدربين، مدرب راح لتونس، انا طرستاف لاح قلت ما حاوز ما يعني ريكروتمون، كل واحد يجيب فيه دي جوار من هبه ودبه. كيفاش فريق اللي حتى اتحاد الحراش، يعني مع احترامي فريقي الكبيرين، فريق اتحاد الحراش فريق يوصل في القسم الوطني الاول مع التاريخ نتاعو، يدير في سيليكسيون، يدير يعني في التجارب في 15 سنين قبل تبدا الشامبيون، يعني شي غريب وغريب جدا الفريق بحجم اتحاد الحراش. ومن بعد الناس استغرب، انا مانيش مستغرب، هذا وضع منطقي اي تري لوجيك. انا كل حراش راهي كلاسيا بارمي لي برومي كتكون معجزه، مي هذا شباب القبائل او اتحاد الحراش. الفلسفه تاع سمير، الفلسفه اللي كان دايرها شارف بالك حبوا يقعدوا فيها، لانه كانوا يديروا لي ديسبيتمون تما شارف كان يدير هذاك. لا ما نغلطوش قصدي دوك نوضح لك الامر هذا. شارف عنده ليكيب اون بلاص، كان يبدا كان يدير لي ديسبيتمون، لا كان يجي لا يجيب الشبان لي سوا ديزون بروبوزاهم له يدير لهم تيست وحدهم. من الفريق الاول لاعبين تاع الفريق عندهم البروغرام دونترينمون، يبداو وحدهم، ومن بعد الانتقاء تاع اللاعبين من لا سيليكسيون يدخلوا مع الجروب. مي هذا العام تاعك حراش بدا سيليكسيون بور تو الموند. مش بونس بالك يكونوا عندهم لي ساتور وداروا لي ديسبيتمون، بعدا كان يخيروا كان يوسف افتسان في البدايه، كان عنده المجموعه كانوا كامل بما انه 13 و14 لاعب كانوا تصرحوا من فريق اتحاد الحراش. قصدين كانوا يديروا ديسبيتمون اي كومبري لي زونسيان، كانت هجره جماعيه كانوا يديروا مقابلات لي ماتش دو ديسبيتمون. انا شفتهم واش من كانت هجره جماعيه في بدايه الموسم للاعبي فريق اتحاد. ولذا اسمح لي سمير، يعني ضيع الوقت في البروغرام دونترينمون. وين كانت مشاكل سمير؟ اسمح لي، قبل كان فريق شكون الرئيس، شكون يروح، شكون يجي، شكون المدرب، ولكن افرت عندنا الفنيه. نعم 15 يوم الفريق مازال ما باش تلم 15 يوم قبل لا تبدا البطوله. سمير باش ما نبطاوش، تراطي لا بريباراسيون، انتظر عامك حل، تنجح في لا بريباراسيون تاعك يعني دير عامك الاز. هذه يعني من المنبر هذا نقولها لك، ليكيب اللي ما تبداش مليح تنتظر ما غير دير دي ريزولتا مليح وديبي سيزون. سمير انا نقول المشكل تاع الحراش قبل ما نروحوا لا بريباراسيون، انا جبت ربي المشكل تاع الحراش هو المشكل تاع المال الاداري، تراه ما كاش لاعبين ما مش خالصين كل عام هذا، ولكن كي كان المشكل الحقيقي المشكل الحقيقي تاع فريق اتحاد الحراش هو مشكل مال. معليش بصح شوف ماهوش في مشكل تقني ولا لاعبين عنده. اسمحني عزدين، المشكل مال ديما مطروح في الحراش، وكنا تكلمنا في عده حصص الموسم هذا، ولكن كان من جانب الفني كانت ستابيليتي تاع مدرب وطاقم وطريقه عمل، لا ستابيليتي تاع طريقه عمل عزدين.
ولذا كانت النتائج يعني احسن من هذا. والفريق هو الذي يدفع النتائج في الاخير والمرتبه يعني التي يتواجد فيها. نعم تاعت الحراش ولا شبيبه القبائل يعني فريق عريقه ان شاء الله يسوفيو هذا السيزون تاعهم. سمير اش كي كونسيرن سورتو المباراه هذه نقول باللي فريق تاعت الحراش يستاهل يفوز بهذه المباراه وفاز بها اداء ونتيجه. اداء ونتيجه حقيقه. فريق شبيبه القبائل ها المشكل الكبير، من قبل ما تبدا المباراه كانوا يخموا على المباراه تاع الكاس، وساسوا لي ديريجون ساسوا اللاعبين يحوسوا يفهموا وين راح يلعبوا وقتاش يلعبوا، ونساو المباراه اللي راح يلعبوها الاهم كيما راك تقول اهم تاع مصير فريق في البطوله. انا نقول باللي هذيك الاشياء اللي خلاتهم انهم يركزوا بزاف، لانه لما تسمع التصريح تاع الرئيس ولا تاع المدرب يقول لك باللي ما درنا والو باش نفوزوا بهذه المباراه. الور انا جو فوا با كيفاش الامور هذاك ركزوا بزاف على المباراه تاع الكاس ونساو المباراه تاع البطوله تاع البطوله، وهذا الشيء اللي خلاهم انه المباراه هذه ينهزموا فيها. عز الدين سمير حيحط حدث مقبل على المدرب نبيل نغيز منيح من الناحيه النفسيه لما قدم اسم جا الفريق شبيبه الثوره يومين قبل المباراه وجلس في دكه البدلاء في هذه المباراه، عكس ذلك شبيبه القبائل للمدرب بوزيدي ما كانش حاضر في دكه البدلاء وتواجدوا مع الفريق من عدمه خلق من الناحيه النفسيه اثر على اللاعبين وخلى تذبذب، والدليل على ذلك تصريح المدرب المساعد سالم قاسمي. بيان سور دوك انت اللاعب لما يشوف المدرب الرئيسي ما كاش اللي طيله الاسبوع هو يخدم معك ولا بريزونس تاعو فوق ارضيه الميدان تاعو مشكل الاجازه. لا بريزونس المدرب نور الدين السعدي مازال ما مانيش نتكلموا على الاجازه، نحكموا على التواجد تاعو بارابور لي جوار تاعو، لانه نعرفوا باللي بصح لازم اجازه عز الدين باش تكون تتواجد. ما انا نحكيو بصفه عامه لما يكون مدرب فوق ارضيه الميدان بارابور اللاعبين تاعو لا بريزونس تاعو سورتو هو نعرفوا باللي متحمس ولا الور بالك يعاون اللاعبين وسورتو اللاعبين تاع دوكا. نعم اللاعبين توانا خاصة من الجزائر تقبل شوية خلاص، لأنه بالك في لي كاتيغوري جين تاعهم بالك ولفوا أنه المدربين تاعهم يعيطوا عليهم، لأنه دوك أنا نقول لك كاين بزاف مدربين اللي ولا لاعبين اللي لازم تتكلم معاه من البون دو توش باش يفطن صح سينو يرقد لك. أكد عليك هذه عز الدين. أكدها حقيقة. ألور قلنا لا بريزونس تاعو مهمة جدا تنجم تأثر بزاف دوك المشكل وشنو هو الإجازة هذا مشكل تاع إدارة وتحملوا المسؤولية تاعهم. مشكل الإدارة وتحمل المسؤولية بما أنه فريق ضيع الأهم في هذه المواجهة التي كانت مصيرية لشبيبة القبائل، لأنه ستكون هناك مقابلات قوية أخرى في المستقبل. بما أن الوقت يداهمنا نعرج عن الرابطة المحترفة الثانية والنتائج الجولة الثانية والعشرين وذلك بعد الجنكل. جدول النتائج ونتابع جدول النتائج الكاملة لهذه الجولة. والصراع يبقى قائم في الرابطة المحترفة الثانية خاصة في مقدمة الترتيب ثلاثي الصدارة جمعية عين مليلة شباب بجاية شبيبة بجاية مولودية بجاية. هذه هي النتائج عز الدين. والصراع قوي في الرابطة المحترفة الثانية، رانا دوك صعب التكهن شكون يصعد شكون يبقى. والله نقولوا أولمبي شلف من 36 حتى الجمعية عين مليلة مرشحين لك كاع مرشحين، لانه شوف ما شحال قعدوا ثمن مباريات الور ثمن مباريات نجموا يصيروا فيهم بزاف حوايج، لكن نقولوا باللي الصحوه اللي سورتو في لافاس روتور شبيبه بجايه اللي راه يمشي بخطه ثابته وما عندوش ما كثرش عليه الحس، لانه في لافاس روتور دير لافاس روتور تاعو وراه يكون فيرمي ماتش لو كاتريام ماتش كونسيكيتيف هو اللي يفوز به. انا نقول باللي الصراع راح يبقى حتى لاخر جوله، كاين من اولمبي شلف
كان من قبل سريع غليزان، لكن سريع غليزان لما نهزم في المباراة هذه نجم نقولوا باللي خطوة ولا خطوة للوراء باش ينافس على الصعود. لكن من أولمبيش لف حتى الجمعية يعني مليلة من ستة هذا واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة كل مرة ستة راح يطلعوا ثلاثة دير في بالك بلي ثلاثة من ستة هذا يطلعوا ثلاثة. حقوق بنعطيك الكلمة نسمع لها هذه التصريحات الخاصة بلقاء شبيبة سكيكدا وشبيبة بجاية بما أنه فريق شبيبة سكيكدا لك معه قصة أخرى. جينا باش نربحوا وعلى الأقل نديروا يعني نتيجة تعادل، عملنا عليها بزاف الحمد لله يعني ربي وفقنا باش فزنا بالمباراة هذه اللي نظن فوز ثمين وثمين جدا. يعني زدنا أكدنا اليوم على صحة الفريق على النتائج الإيجابية اللي رانا نحقوا فيها والمشوار هذا الأخر الحمد لله يا ربي نتمنى نكملوا هكذا ونحقوا نتائج إيجابية ونحقوا يعني الهدف المستطر منذ بداية الموسم اللي هو الصعود إن شاء الله. كيف كان المنافسة؟ المنافسة نظن حاولوا داروا مباراة اللي لازم يديروها بالك حنا كنا متمركزين مليح أغلقنا كل المنافذ كنا يعني من ناحية الدفاعية كنا يعني متمركزين مليح. أنا نظن هذا هو الشيء اللي صعب الأمور للفريق شبيبة سكيكدا. الحدود ما زالت قائمة، نحن على بعد 4 نقاط من المتصدرين بحكم أنه النتائج يعني سمعنا بهم. نظن أنه ما زالت فيها 8 مقابلات وثمان مقابلات يعني 24 نقطة. نظن أنه كل الحدود ما زالت قائمة دي مومون وين لو فوتبول يكون اونيت ويكون يتلعب فوق المستطيل الاخضر كما لعبنا اليوم احنا فوق المستطيل الاخضر. نظن انه مازالت حظوظنا قائمه. مدرب شبيبة سكيكدا يقول بان الحظوظ مازالت قائمه. سمير حوحوت تعرف بيت شبيبة سكيكدا روسي كادا لك قصه مع هذا الفريق تشوفوا بلي قادر يعاود يولي؟ والله يعني نظن خساره يعني الخساره الماضيه هذه في ملعبه نظن اثر كثير يعني وكانت عندي معلومات باللي يعني مشاكل كبيره ماشي في الملعب يعني الشعب ما قبلش الهزيمه حتى كان اجتماع في الليل تاع الجمهور في الملعب في الليل يعني نظن يعني أرهن حظوظه بنسبة كبيرة شبيبة سكيكدا يعني انهزام في عقر الدار وزيد تخرج مقابلة جاية المتصدر العين مليلة نظن يعني ما هي سهلة ولكن تبقى كمام حسابين كما قلنا مازال يعني صعود مازال صعود ولكن أصدقاء لك كاين 6 فرق اللي راهي تنافس. أنا نظن 3 فرق خاصة شبيبة بجاية يستقبل عجمية عين مليلة يستقبل شبيبة سكيكدا ممكن مولودية بجاية يستقبل ولكن عندهم رياحية 4 نقاط على أهلي برج وعلى شبيبة سكيكدا اللي يقدروا يجيروها البرشتان وراق بسامت لا بترونتويت يعني حتى يكون يفوز وينا يعني عندي شك كبير تنهزم عين مليلة ولا شبيبة بجاية في خاصة في المرحلة الأخيرة رانا في لي درني ماتش خطأ نظن المباراة جمعية عين مليلة وشبيبة سكيكدا راهي تاني مباراة قوية يعني أو ماتشنين ما يساعدهم شي ولكن أزدين صعيبة شوية في المقابلات الأخيرة وين خاصة فرق المقدمة باش تضيع في بلادها تبقى كما سكيكدا ضيعت في بلادها كما عين مليلة تقدر يعني حقيقة ولكن أنا نظن الثلاثي الأول يعني لي بيان بارتي بور لاكسيسيون الثلاثي الاولي راني نشوف فيه خاصه يعني حبيت نحيي بالمناسبه رشيد بوعراطه منذ قدوم المولوديه بجايه نتائج تحسنت ومستقره والشيخ يعني عنده الخبره لازمه باش يسير هذه المقابلات الاخيره هذه وهذه النتائج تزيد من حلاوه البطوله في صراع اللقب والعوده الى حاضره الكبار فيما يخص هذه الأندية التي تنافس من أجل الصعود والعودة إلى حاضرة الكبار. سمير حوحو وعز الدين رحيم وصلنا إلى الختام. شيخ سمير حوحو نتمنى لك كل توفيق فريقك مولودية قسنطينة واش تقدر تقولنا في كلمة أخيرة للجمهور الموك أو الموكيست نظن يعني هذا العام نظن يعني حاولنا نقضوا الفريق وهذا هو الأهم أنه قدرنا نحاول الفريق قضناه وإن شاء الله راح نكملوا يعني في النتائج الإيجابية باش نعود نحسن الترتيب ولكن وإلا كان يعني بروجي أنا نقولها من المنبر هذا وإلا يكون يعني مشروع تاع أكسيسيون لا غير نقول ما نقدروش يعني ما نلبيوش الطلب أنا الناس تعرفني وأنت اللي تعرفني سمير بلي أنا مدرب نحب التحديات خاصة في فريق القلب كما يقولوا مولودية قسنطينة نظن ولا تكون ظروف مواتية والإمكانيات متوفرة ماشي غير المادية البشرية ونطلب من منبر هذا الأنصار لازم يتلفوا حول الفريق لأن كان يعني نقول لك كان بعض الأنصار راه يتشوش كان بعض ماشي أنصار يعني بعض الجهات اللي راه يتأثر على الأنصار
باش تزرع البلبلة في الفريق. نظن هذا عيب على فريق بحجم مولودية قسنطينة وانصار فريق مولودية قسنطينة اللي نعرفه مليح ويعرفوني مليح، ما همش يعني تاع الناس اللي تنجروا وراء هذه الانزلاقات. أنا نقول لهم فريق تاعنا واحد لازم نقفوا معاه. أنا نقول من كلمة أخيرة سمير، الولاء لمولودية قسنطينة وليس الأشخاص، تبعوا لموك لكولر وإن شاء الله إن شاء الله يعني ممكن السنة القادمة إن شاء الله يعني لسيزون بروشان ولا توفرت الإمكانيات لما لا نلعبوا بقوة صعود وإن شاء الله نعود نرجع الفريق على الأقل يعني القسم الوطني الثاني إن شاء الله. قولي شكون تهلي فيك في قسنطينة، هشام هديبل ولا هشام رماش، واحد فيهم؟ وهشام رماش راهو سمفور يعني، ورغم انه زميل راه صديقنا ولكن هشام عجبو الحال كي خسرت مع الشاويه، يعني يجي يضحك لي في وجهي، ما هو على بالي فرحان كي خسرت الموك. انا هشام بويد يعني موكيست يعني دو بارون فيس بابا يعني حتى بابا يعني كان لاعب قديم كان مسير معنا سي ناصر اللي نحييه بالمناسبه. انا نظن عندنا بزاف يعني اللي جورناليست موكيست متاثرين بالمناسبه، اللي راه متاثرين يعني بالوضعيه الحاليه للموك، رغم ان كاين اللي راه يستشفى فينا من شباب قسنطينة. نضحك ان شاء الله. عز الدين شكرا لك، سمير حو راح نشيط الله يبارك. كالعاده سمير قلب وجو مع مينور دوجو ان شاء الله. ان شاء الله لعبتوا كيف كيف اليوم لقيناكم شغل ثنائي خطير. سمير ماشي متفاهمين حتى معرفه قديمه. الله يبارك متشرف ان شاء الله، نتمنوا له النجاح ان شاء الله. انا كي قبيل كنت تكلمت عليه وقلت لك قلت لهم من الاداره لازم يكون بروجي، لانه المده تما انت كمدرب في مده قصيره ما تنجمش. صح. انا على بالي كان يعطيه لو طون والوقت الكافي ينجم يدير فريق ويصعد، وهذا بالدعم تاع اموله خيره تاع الكل ماشي غير وحده. وسامر انت يعطيك الصحه، وكذلك كل المتتبعين نحيوهم هذا المنبر ونقول لهم يعطيكم الصحه لكم تبعوا الحصة تاعنا ان شاء الله. اذا كانت في حصة اخرى فمرحبا، وان كان اللقاء مع الزميل مازال حصة صغير ما تخافش فمرحبا ايضا. سمير حبيت نحيي الوالدة برك اللي راهي راح تبع معنا رمومت بدا بها تبع معنا الحصة انت رمومت بدا بها كنت معها قبل الحصة وقالت لي لازم نشوف ونحيي ويتحيي فيكم انتوما نحيوها ان شاء الله وندير لها تحية خاصة المرة نبلغ لها تحياتنا ايضا. زيد قولها واش هي التحية اللي نحبها بزاف هذه هي امراه عندي في العلم. الله يبارك الله يخليها. تحيه لها وكل الامهات. معاد قال لك ايا حوحو ماركي خلينا نروح، وهذه شعار تاع كي كنت نلعب في المولوديه العاصمه وين لا فينال تاع لا كوب بريمي نوفمبر وين الجمهور كامل كان يغنيها ايا حوحو ماركينا خلينا نروح، وعاد قال لي ما ماركيت ما خلينا نروح. ان شاء الله. واحنا وصلنا الى ختام الحصه. شكرا سامير حوحو، شكرا عز الدين رحيم، شكرا للزملاء الذين عملوا معنا في هذه الحصه، يوسف تغرمت، عبد الحميد، وايضا يوسف معاد وكل الزملاء. شكرا لكم جمهورنا الرياضي على حسن الاصغاء والمتابعه. نلتقي في فرص اخرى بحول الله.